السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ميزة حلوة أوي في برنامج ريال تايم لاندسكيبنج أركتكت، ألا وهي الويزارد. أقول له تولز لاندسكيب ويزارد أو هوز ويزارد أو ديك أو باوند أكسنت. هنشوف الموضوع مع بعض. أقول لاندسكيب وبعد كده أقول له نيكست، وبعد كده بيقول لي اختار السايز كام في كام، مثلا 45x45 مثلا زي ما أنت عايز. وبعد كده بيقول لك اختار الشكل بتاع المنزل اهوت، اخترنا مثلا الستايل دوت. اختار الباوند الشكل دوت مثلا، او اختار الشكل من الاشكال الموجودة. اختار السور، ممكن تعلم ان انا مش عايز السور، فبيقول لك بقى احط الباوند فين، احط الهاوس فين، الفنس ممكن تعدل فيه براحتك اهوت. اعمله لك بالشكل دوت، تعالى نشوفه في البرسبكتيف. كل ده تم في ثواني معدودات. كل دول عاملين جروب، فتقدر تقول ان جروب وتعدل على كل واحد لوحده. طيب زي ما انت شايف ده في ثواني. تولز هاوس، تختار بقى المنزل اهوت، نيكست، خلاص خلصت. تقدر تشوف المنزل زي ما انت عايز اهو، تقدر تعمل عليه سيليكت وتقدر تنقله زي ما انت عايز، مثلا خلي ده هنا عند الجريد مثلا. طيب ممكن تقول له مثلا تولز، لا ده انا عايز هيك مثلا بالشكل دوت. طبعا تقدر تنقله في اي مكان، مثلا هنا مثلا زي ما انت عايز، ممكن تحط مثلا هنا عند الصور بالشكل دوت. طيب ممكن تقول لتولز انا عايز مثلا باوند، هتقدر تختار الشكل اللي انت عايزه. طبعا كل ما اول ما بتنزلها تقدر تعمل لها اديت، تعدل فيها زي ما انت عايز. ممكن تقول لتولز انا عايز مثلا سومنج وول مثلا، فبيقول لك اختار الشكل اللي انت عايزه، وتلاقي عندك حماس راح. ممكن لو انت عامل عليها سيلكت تبدا تقول له ايه، اعمل لي زوم على الحاجه ديت.